بسم الله الرحمن الرحيم، كيفكم اصحابي؟ معاكم مطبخ غدا، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده وفي احسن حال ان شاء الله. يا ريت لو كنت اول مره تشوفوا القناه اضغطوا على المربع الاحمر وفعلوا الجرس عشان يوصلكم الجديد باذن الله. تعالى لايك وشير للفيديو فضلا وليس امرا. النهارده مسويين كيكه 4 طبقات مثل ما انتم شايفينها، رهيبه شكلها ولا اجدع، حلواني بدون فرن، بدون مضرب بيض كهربائي ولا خلاط ولا اي حاجه، بطريقة سهلة جدا واقتصادية جدا ومش هتكلفنا اي حاجة. لايك وشير للفيديو وخليكم معانا عشان نقطعها ونشوف شكلها من داخل. لايك وشير للفيديو. والحين اصحابي هنبدأ نقطعها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو بسم الله. اهو شايفين الكيكة ما شاء الله، وهي القطعة تحفة ما شاء الله. خليني احطها في الطبق. وهي اصحابي مثل ما انتم شايفين ما شاء الله الطبقات متساوية، الكريمة متماسكة فيها هشة جدا، اهي شايفين الطبقات سفنجية تحفة اهي ما شاء الله، وما كلفتناش اي حاجة. لايكات وشير للفيديو. يلا هنبدأ اصحابي بالمقادير الجافة. انا عندي هنا 2 كوب طحين، ادي كوب وادي التاني، هشيل منه 2 معلقة طحين اهو، وهحط بدلهم 2 معلقة نشا. 1 2 وهنحط 2 كبار كاكاو غير محلى اللي هو بتاع الطبخ، كل واحد يستخدم اي نوع. البيكنج باودر عندي 2 معلقة كبيرة، معلقة كبيرة ومعلقتين صغيرين اللي هما ما يعادل الكيس اللي هو 17 جرام. انا وزنته 2 كبيرة ومعلقتين صغيرين بالمعالق المعيارية، واكيد طبعا معانا رشة ملح هننخلهم ونرجع مع بعض. اصحابي المقادير الجافة هننزل بالمقادير السايلة. هنبدأ بقى 3 بيضات معاهم 2 معلقة فانيلا، ومعايا 1/2 كوب سكر اهو، هخفقهم لمدة دقيقة حتى السكر يذوب تماما اهو بايدي، مش هنحتاج خلاط ولا اي حاجة، هخلطهم حتى السكر يذوب اهو. اصحابي بدأنا فوم شوية اهو، بس مش لازم نخلط كتير، المهم ان هو عمل فوم. هبدأ انزل بنص كوب زيت، وان شاء الله المقادير بثبتها في اول تعليق مثبت اهو، بننزل شوية شوية حتى كمية الزيت كلها تخلص ونضرب اهو. لو زوجه جنبك بقى خليه هو ايه يقوم بالعملية هادي اهي، نضرب وننزل نقطتين نقطتين زيت اهو. خلصنا 1/2 كوباية الزيت اهو، هنجيب الحليب اهو شايفين، عندي كوب حليب وشلت منه 3 ملاعق معيارية اهو، كوب ونقصت منه شلت منه 3 ملاعق من دول اهو، هنقلب اهو كده. الخليط السائل جاهز. هنبدأ بقى نجيب الخليط الطحين مع الكاكاو اللي احنا حضرناه مع بعض، هنضيف 2 معلقة ونقلب اهو، 2 معلقة هضيف كل الكمية حتى اخلص من كمية الطحين، ونرجع نشوف شكل الخليط عشان مش عايزة اطول عليكم. هو اصحاب الخليط اهو، باقي لي بقى اخر شوية طحين مع الكاكاو مع البيكنج باودر،
هدمجهم بنفس الطريقة برضو بهدوء كده لحد ما يبدأ ايه كله يتداخل في الخليط، ونرجع نشوف قوام الخليط اهو. شايفين انتي؟ خليكي ثابتة ايدك في الوسط وهو هيلم كل الكاكاو اهو. خليني ادمجهم ونرجع اصحاب الخليط كده اهو، امتزج كله ما شاء الله اهو. شايفين القوام؟ هو ده القوام بتاعه، ما بيكونش سميك وما بيكونش خفيف، بيكون القوام بتاعه متوسط. هنبدأ بقى نشوف المقلاية اللي هنسوي فيها. هنا اصحابي جبنا مقلاية ما بتكونش بتلزق جرانيت او تيفال، هذه قدرها 24، ولازم ندهنها بالزيت كويس اهو. وهنبدأ ننزل خليط الكيك. هنحاول نقسم خليط الكيك لحوالي تقريبا 4 طبقات، يعني حوالي كل طبقة هتكون مغرفة من هذه المغرفة اهو. ونحاول، بسم الله، هنحاول اهو ننزل ونحاول نوزع اهو. يعني هنشوف محتاجة كمان، يبقى هنحط في الوسط اهو. اهو كده سوينا الطبقة، وهنبدأ نشعل النار. شايفين النار تبقى كده، ولو عندكم الشياطة بتاع الرز، بس انا مش عندي صراحة، اتكسرت وما جبتش واحدة تانية. هتبقى النار خفيفة كده، هتاخد حوالي 7 أو 8 دقايق، وهنغطيها وهنجيب كمان كلينكس اهو، ونسد الفتحة اللي في الغطاء، وهنشوف مع بعض الخطوات. شايفين اصحابي؟ لسه هنعرف من فين دليلنا ان هي استوت، هنلاقي بخار ميه طالع، فهنلسه هننتظر المرحله دي ونشوف اهو. شايفين اصحابي؟ هنرفع الغطاء اهو، شايفين في بخار ميه، لازم نشيل بخار الميه، لازم نمسح بخار الميه، وهي شايفين من الاطراف، لكن لسه في الوسط محتاجه شويه، ثانيتين. هنرجع الغطاء تاني وننتظر ثانيتين عشان نقلبها اهي. اصحابي شايفين؟ هنحاول نحرر الاطراف. بسم الله اهي. اصحابي شايفين؟ بسم الله، مش لازقه ولا اي حاجه اهي. هنحرر الاطراف، و بسم الله انا هعمل حركه، يلا بسم الله اهي. شايفين قلبتها حتى بدون اي حاجه على طول بالمقلاه اهو. هتاخد ثانيتين على الجانب الثاني ونرجع نشوفكم. اصحابي فات حوالي 3 دقايق، هنعرف ازاي ان هي استوت اهي. هنجيب توث بيكس ومن الوسط اهي، شايفين طلعت نظيفة، يبقى كده اوكي. لازم نطلعها مثل ما انتم شايفين اهو على رف شبكي حتى تبرد، وبعدين مثل ما انتم شايفين اهي على رف شبكي حتى تبرد تماما، وهسوي الطبقات الباقية ونرجع نشوفكم. في اصحابي الطبقة التانية اهي برضو خلصت، هطلعها واكمل الطبقتين التانيين ونرجع نشوف هنا اصحابي هضرب الكريم شانتيه، انا بحب استخدم الكريمة النباتي، بتبقى متماسكة وحلوة، وهضيف عليها معلقتين نوتيلا مع الخفق، هخفقها ونرجع نشوفها. اصحابي الكريمة هو ضربناه حتى تماسك، هدخله بقى التلاجة يبرد والكيك يبرد، وبعدين نرجع نشوف كيف. هنا اصحابي هذه الطبقة الرابعة اهي، وادي التالتة، وهنا التانية، وادي اول طبقة. الحين لازم اغلفهم بالبلاستيك عشان هذا بيجف بسرعة، وهنضرب الكريمة ونبدأ في التزيين. لازم يبردوا اقل حاجة ساعة لساعتين، وبعدين نبدأ في التزيين. اصحابي الحين الكيكة خلاص بردت، جبت الستاند اللي هنقدم عليه عشان ما نخيسوش واحنا بنسوي، هنحط على الاطراف ورق زبدة، وبعدين بسهولة بنرفعه اهو كده، وهنبدأ نجيب اول رائد كيكة.
طبعا الكيك برد والكريم برد. بسم الله. هناخد اول رقه كيك اهو اصحابي، هذا يعني كانه كاكاو بحليب بالظبط. هنبدا نسقي بيه الكيكه، ونسقي الكيكه عند الاطراف اللي هي فيها التخريمات عشان تشرب الكيكه منك بسرعه. شايفين؟ اهو سقينا الكيكه. هنبدأ صحابي، هنجيب الكريم شانتيه اللي ضربناه بارد اهو، نحطه في الوسط. هنجيب اصحابي سباتولا كده خفيفة عشان نظبط بيها اهو. بهذه الطريقة. وهنجيب الطبقة التانية بتاعت الكيك. لو في كسر او قطع ما فيش مشكلة عادي. هنسقي بنفس الحالة، وهحط برضو كريم شانتيه. هعمل الاربع طبقات بنفس الطريقة ونرجع. عشان الحين اصحابي حطينا ما بين الاربع طبقات كلها كريم وسقيناها، الحين بقى هناخد الكريم شانتيه. انا بحب احطه في كيس الحلواني واسوي كده، وبعدين هنسيحه مع بعض بالاسباتولا، هغطيها ونرجع نشوف. هنا اصحابي وزعت عليها الكريم، هنجيب بقى اسباتولا او ما عندكيش هادي هتبقى ظهر سكين. اهم حاجة تكون معاكي حاجة فيها مية سخنة اهو. شايفين؟ وهنبدأ نملس اهو. شايفين المية السخن اهو؟ شايفين بيملس لي الكيكة بمنتهى السهولة. وازاي؟ جنبك طبق بس ما بين كل مرة ومرة حطيها في مية ايه سخن اهو. شايفين؟ والزوايد هنكمل بيها الكيكة. اهم حاجة مية سخن اهو. شايفين؟ والاشياء اللي هي مش متغطية بنعيد عليها. يعني لو عندي كيك ظاهر اهو، شايفين كده؟ اسهل حاجة بتديكي فينش كأنك زي الحلواني بالظبط. شايفين كيف على طول بتملس؟ الماي السخن. ما عندكيش الاسباتولا يبقى ظهر سكينة. هملس بقى فوق من نفس الطريقة برضو بالماي السخن اهي. شايفين هادي فيها ماي سخن جنبي اهي. ونصفي ونبدأ اهو. شايفين بنوزع الكريم اهو. اشياء بسيطة بس بتدينا الافكت بتاع الجاهز بالظبط اهو. شايفين؟ والزايد هنرفعه اهو. هظبطها بقى من كل الجوانب ونرجع نشوف. زي ما انتوا شايفين اصحابي ملسنا الكيكة وتحفة. وعشان نعمل فيها حركة التضليعة في الجنب عشان تداريلك اي عيوب للكيكة بحاجة بسيطة جدا، مش كلنا عندنا المشط بتاع الكيك هذا، فقطعت البطاطس الحلوة اللي احنا بنستخدمها في البطاطس والخضار هي اللي هنستخدمها لتعريج الكيكة. هنبدأ اصحابي نيجي من الجنب اهو ونمشي اهو. بسم الله
شايفين اهو، عطتنا التعريجة بمنتهى السهولة اهي. هنلف الكيكة بتاعتنا شايفين، عطتنا التعريجة بمنتهى السهولة اهي. شايفين اهي بمنتهى السهولة. يا رب النهاردة هكمل اصحابي بعد ما عملنا التعريجة بقطعة البطاطس. هذه الشوكولاتة انا دوبتها مع معلقتين زيت ومعلقتين حليب، كوبايه شوكولاته مع معلقتين زيت ومعلقه حليب. وهنبدا نفتح الاطراف كده اهو شايفين اهو، وهي هتسيح على الجوانب بتاعه الكيكه وهتديني الشكل الحلو ده. ونجيب كيسة الكريمة عشان نشوف بقية التزيين. اصحابي بعد ما شلت ورق الزبدة عطاني الستاند بتاع نضيف، هنجيب كيس الكريمة ونبدأ نعمل روزتات كده حلوة بنت ناس. اوكي بسم الله اهو، هسوي الروزتات. ولما سوينا اصحابي الروزتات زي ما انتم شايفين اهو بالظبط كده، عندي شوكولاته مبشوره بشرناها على مبشره اهي كده. هنغطي الجزء ده طبعا، لو انتم مش حابين تحطوا تكتفوا بالكريمه بس عادي، بس احنا قلنا نعمل حاجه بقى مميزه. يعني هي الكيكه ما كلفتناش حاجه، لا فرن ولا مضرب ولا اي حاجه اهو، كانها بلاك فورست بالظبط وما كلفتناش اي حاجة. وهجيب كريز نحطه على اصحاب الكريز اهو، الكريز الاحمر هنزين بيه الكيكة، هحطها بقى في التلاجة تتماسك وارجع اشوفكم في التقديم. ورجعنا اصحابي، مثل ما انتم شايفين خليناها بردت شوية، انا خليتها حوالي ساعة في التلاجة يعني عشان اولادي يريدوا ياكلوا منها. ان شاء الله تعجبكم وتنول على رضاكم. وده انتم شفتوا اهم حاجة، يبقى في بخار في الغطاء لازم تجففيه، ومجرد ما تظهر الثقوب على الوجه تروحي قلبه الكيكة وتخليها ثانيتين بس على الوجه الثاني بتكون جاهزة. ولازم تخليهم يبردوا اول وبعدين تلفيهم عشان بيجف بسرعة. والتزيين بقى كل واحد كريم شانتيه اكيد، والتزيين الخارجي تقدروا تكتفوا بالكريم شانتيه فقط او اي حاجة تحبوها ان شاء الله. خليكم معانا عشان نقطع. والحين يا اصحابي هنبدا نقطعها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، بسم الله اهو. شايفين الكيكة ما شاء الله، وهي القطعة تحفة ما شاء الله. خليني احطها في الطبق. مثل ما انتم شايفين اصحابي اهو، مثل ما انتم شايفين متماسكة هشة خفيفة اهي وتحفة، وما كلفتناش اي حاجة لا فرن ولا اي حاجة. لايكات وشير للفيديو، وطبعا ارويكم اهي كمان شايفين ما شاء الله اهي، اهي شايفين بسم الله. لايك وشير للفيديو، طعمها رهيب رهيب رهيب، هتعجب الناس كلها. لايك وشير للفيديو. كان معاكم مطبخ ده، بشوفكم فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.